يا ماما والنبي ما بتديني ما بتدينيش. طب خلي ماما تنفع. سعاد انده لي دكتور احمد بسرعه. وصلت المزادات واللي يخدم بقى يجي زبون يصر انه يعزمني على البارتي بتاع عيد ميلاد ما قدرتش اقول له. لا طبعا تقول له نور. ازاي والنتيجه؟ كان هيقول منك الواد المسكين في اوضه العمليات ده مسكين. ده يستاهل الشم. وانت بقى ان شاء الله عشماوي اللي هتشنقه. هو عشماوي ده مغلب امه ومغلب عيلته بحالها. لا لا اصل انا بيني وبينهم صداقه. اسمع يا ابراهيم، ما دام انت مشغول بمشاريعك التجاريه دايا يبقى خلاص تسيب مهنه الطب. مهنه الطب يا حبيبي دي عايزه تفرغ، تفرغ تام. اوه اي كان ده دي مليونير وعايزني ابقى زيه. خلاص اشتغل مع دادي. ومامي، مامي راسها وقلب سيف اني لازم ابقى دكتور. ما ينفعش يا حبيبي ما ينفعش. خلاص سيب مهنه الطب. الطب ده عايز تفرغ. الطب دي ارواح ناس، دي امانه مش سباكه. سيفون اتصلح ما تصلحش ان شاء الله عنه ما تصلح. اوه يا احمد ما تكبرهاش بقى، مش الحمد لله جت على ايدك؟ خلاص. المرة دي جت سليمة، المرة الجاية إن شاء الله هتروح فيها. ولا هينفعك لا دادي ولا مامي ولا نادي فيديو ولا الفلوس كلها. وإن شاء الله هبقى أجي أزورك في النو، النو بتاع القناطر. عارفه يا دكتور نو؟ أه النو يا أحمد. خد يا حبيبي خد السيفون ده خليه معاك. أنت يا دب يا هادي الزفت بصل. قال لي خدمة؟ ما سمعتش ال 300 زفت اللي قلتهم لك قبل كده؟ هو انا زفت واحد بس اللي سمعته، اللي قبل كده ما سمعتوش. نعم. خد. ايه دي؟ ربع جنيه؟ دي ربع جنيه يا جحش. امال ايه؟ دي ورقه ب 100 جنيه. يا ولد اديله في الثمانيات. دي 100 جنيه حته واحد؟ 100 جنيه حته واحد؟ طب ممكن يا دكتور اوريها لام باكيتا واجيبها لك تاني؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ صلى على النبي. خلاص وديته الاهرامات، وديته برج الجزيره الله الله. ناقص بس نوري له ال 100 جنيه دي ويتخرج واول السنه. طب يا فندم روح بقى هات لي ثلاثه شاورما. شاورما دي نوع من انواع السجاير؟ الشاورما دي لحمه. يا حلاوه. اشهد. صباح الخير يا دكتور ابراهيم. يا صباح النور. اتفضلي يا بتحب. ميرسي 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 قوي يا دكتور ابراهيم على اللي عملته مع ابني نادر. اوه نو ما تقوليش كده دولة تهاني انت نادر اخويا. طب مش ناوي بقى تصلح سياستك مع مها ونرجع المايه المغاريه؟ انا ما عملتش حاجه لمها، هي اللي عملتني بعصبيه شديده جدا ولم تديب لك وشي. لا بقى يا دكتور اسمح لي، انت غلطان. غلط عليك يا دكتور. اوه نو يا فندم والله والله ان اللي كانت معايا في العربيه دي السكرتيره بتاعت اجنس العربيه. يبقى عندها حق. عشان تحرم تركب في تيرترات معاك في العربيه. عموما لما ابني نادر يخرج انا هصلح كل حاجه بينك وبينه. انت لو قلت للنيابه كده وانك حاولت تقتل نفسك انت فيها قضيه وهيودوك السجن. هتسجن بقى او احسن من العيشه اللي انا عايشها دي. يا ساتر عليك وعلى مشاكلك. صباح الخير يا نادر. صباح الخير. ازاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا هادي. اهلا. اهلا اهلا بيكي. انا متشكره قوي يا دكتور احمد على العمليه.
انت انقذت حياه نادر. لا العفو، ده ربنا اللي انقذه. بس مين اللي قال لحضرتك ان انا اللي عملت العمليه؟ المساعده بتاعت حضرتك هي اللي قالت لي، وقلت لازم اجي اشكرك بنفسي. وحضرتك قلت لها ايه؟ سالتها الدكتور احمد فين؟ وهي قالت لك ايه؟ قالت لي في الاوضه عند نادر. وقلت لها ايه؟ قلت لها لازم اجي اشكره بنفسي. وبعدين قالت لك ايه؟ وبعدين انا جيت اشكرك بنفسي. يا دكتور يا دكتور يا دكتور لوز مصرنا والله. يا دكتور انا نفسي اخدمك في اي عمليه والله. يا دكتور نعم يا ابني، انا قلت لك قول للنيابه الحقيقه وانت ترتاح، اصل مفيش احسن من ان الواحد يقول الحقيقه. هي الحكيمه قالت لك ايه؟ قالت لي حضرتك عند نادر في الاوضه. وقلت لها ايه؟ يا دكتور اشكرك بنفسي يا دكتور. يا دكتور قلت لك ايه يا ابني؟ النيابه تقول لها الحقيقه، لما تقول الحقيقه ترتاح، مفيش احسن من الحقيقه. اكيد. عموما انا سعيد جدا اني شفت حضرتك. وانا انا 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 تالت اوضه على اليمين هنا على طول. لما تسالي ما تخلصونا بقى. خلاص هو يقول للنيابه الحقيقه وانا في اللي هنا ده. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور احمد. شكرا. اقول لك انا بقى يا نادر تقول ايه النيابه؟ قول لهم واحد من التوستات اللي خبطني وجري، واحمد ربنا ان ربنا رزقك بواحد زي الدكتور احمد، دكتور لطيف قوي. بابا بابا احمد اهلا يا اهلا 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 يا احمد يا ابني اهلا اهلا. اما كان حدث حلم يا احمد، ربنا يا ابني يجعله من حدك ومن نصيبك. ايه كنت بتحلم بيا؟ هو انت بتروح عند بلدك يا احمد؟ الله يخليك، عايش يا ابو عايش. وصلت امتى للسلامة؟ من يجي ساعتين زمن كده. والوقت صلاح فين؟ كان قاعد معايا هنا يسليني بس بعينه دخل نام. صلاح شبيك لبيك ابو صلاح بين ايديك. لا مؤاخذة يا دكتور، اصل انا كنت نايم شوية وكنت بحلم بيك، حلمت لك حلم ربنا يجعله من حدك ومن نصيبك يا دكتور. ايه كنت بتحلم بيا انت كمان؟ اسكت اسكت. هو انا بس اللي بنحلم بيك يا دكتور؟ ده نص العيانين بيحلموا بيك، ونص الحكيمات بيحلموا بيك، ونص البنات كمان بيحلموا بيك. طب والنص التاني؟ برضه بيحلموا بيك. بحلم بيك انا بحلم بيك. مش انت حاجه تتاكل؟ طبعا يا فندم، المقرر بتاع كل يوم شلو لو. شئ اكل بالفرنساوي ده ولا ايه؟ ما تتخضش يابا، شلو لو يعني باميه. باميه؟ أيوة. وهو كل يوم ياكل الباميه. ما هي الحاجه الوحيده اللي بيعرف يعملها. طب انت يا ابني على كده معدتك بتطلب. الله يسلمك انت. السلامة يابا. الله يسلمك على مشوارك. الله يخليك. دول القرشين اللي كان نفسي ابعتهم لك، 40 جنيه معلش. كان نفسي يبقوا 400 يبقوا 4000، انما يعني يزيد فضلك يا ابني. ما تخلي اذا كانش معاك غيره. لا 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 لا، انا نفسي كده ادي لك كل الفلوس اللي في الدنيا عشان تفك الرهنيه اللي انت عملتها عشان تعلمني وتخليني دكتور. ربنا يخليك ليا يا ابني ويوسع رزقك كمان وكمان. انا بعمل ايه؟ تخيل يابا، مرتب دكتور 130 جنيه. 130 جنيه فيهم بقى مظهر وحلاقه ولبس وقيافه قدام الزباين، يعني اللي بيمسح الجزم بيكسب اكتر مني. ما تقولش كده يا احمد يابا. هي دي الحقيقه يابا والله. ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل القريب مرتبك هيكبر وتفتح العياده اللي هتكسبك وتغنيك. والله بقول يا ريتك يا ريتك مرقنت اللي وراك واللي قدامك عشان تدخلني الجامعه، يا ريتك علمتني صنعه كانت نفعتني. صنعه ايه يا احمد يا ابني؟ انا مش ندمان اللي رهنت البيت عشان اعلمك واخليك تبقى دكتور. طب الناس حلوانه في البلد كانوا ينادوني يقولوا لي يا حاج زهران، دلوقتي بطلوا يقولوني. ايه امال بيقولوا لك ايه؟ اللي ما يقوليش يا ابو الدكتور وغلاوتك انت عندي مع عبار ابدا. طول عمرك دمك خفيف يا ابا. امك برضك تعطيك كده. ايه؟ الشلولوي يا حضرتك. ايش شلولو يا هدرك؟ يا ابني دايما يا ابني عالم يا ابني صايم عشان الشلولو. صباح النور. بص ساعتك بص ساعتك الساعه 9، مش قلت لك؟ حتى مواعيده بيقول لي عليها. مواعيد ايه؟ ده عنده عمليه دلوقتي. ايش ده
قدامي. تعالي. القهوة يا دكتور أحمد. الله يا أمل، 100 مرة قلت لك بلاش الحركات دي. القهوة دي لها ناس مخصوصة تعملها. طب وفيها إيه لما أنا اللي أجيب لك القهوة؟ ما فيهاش حاجة، بس برضه في ناس في المستشفى مخصوص عشان يعملوا القهوة. وبعدين الناس تقول إيه؟ أنا ما يهمنيش كلام الناس. والله أنت متضايق مني. لا أنا مش متضايق منك. أنت ممرضة كفء بشهادة كل الموجودين في المستشفى. وشهادة حضرتك إيه؟ أنا برضه بقول كده من شهادتي إنك أنت إنسانة، أنت كويسة جدا وكفاءة، كفاءة ممتازة ومريضة. خلاص؟ يبقى فنجان قهوة وشوية ورد على ترابيزة حضرتك مش هيضايقوا الناس مني. خلاص يا ستي. ما تنسيش معاك العملية. هو ده معقول يا دكتور؟ طيب اتفضلي بقى. باي باي. ما
ايوه يا ماما. يلا حبيبتي اطلعي غيري هدومك ولبسي فستان حلو كده عشان وجدي زمانه جاي دلوقتي. ماما انا ماليش دعوه بوجدي. سامين انا ما عنديش هدوم يا ماما، كل هدومي قديمه والناس كلها بقت عارفاها. يا خبر يا ماما، بقى الدولاب اللي هيقع من الهدوم ده ما فيهوش فستان تلبسيه يا ماما. وبعدين وجدي حاطط عينه عليكي وانا موافقه. يا ماما انا عمري في حياتي ما فكرت في وجدي ده. ثاني حاجه الهدوم كلها في الدولاب بقت قديمه يا ماما ومحتاجه هدوم جديده. يا روح قلبي، ودي زمانه جاي دلوقتي وضروري هيكون جاب لك فساتين تجمل معاه من بره. انا هستنى فساتين وجدي يا ماما. ايه بتقولي ده؟ بتعملي فيها كده ليه؟ ايه يا حبيبتي انا عملت فيكوا ايه؟ انا حرمتكم من حاجه؟ هي بعزقت فلوس وخلاص. ماما حاسه ماده دعيتي سبب فيها، بس بتديك على كل قرش. كل قرش يا ماما. يا حبيبتي انا بدقق عشان مين مش عشانكم؟ بعمل ده كله لمين مش لكم؟ وبعدين انا مالي انا؟ ذنبي ايه في حادث نادر؟ انا السبب فيها؟ لا لا عجايب. يلا يا حبيبتي، يلا حبيبتي غيري هدومك. بقول لك ايه، انا هطلع معاكي انا قيلك فستان على ذوقي جن. يلا حبيبتي يلا. كده انسي بنت ماما صحيح. بسرعه ودي وقت. انا حبيتك انت حفلين. حاضر. اهلا يا ودي بيت فرد. اهلا 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 يا وجدي اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتفضل. يا ادم الخير والسعد والهنا. ميرسي يا وجدي. هدية نادر. ميرسي. هدية مها. ميرسي قوي. هديتك انت بقى الاخبار اللي ليكي عندي. ميرسي ميرسي يا وجدي. خير في ايه؟ احنا بقالنا كام سنة شركاء؟ حوالي سنة. عمري عملت عملية وخيبت؟ لا طبعا. الجاية هتخيب. يا خبر. هتخيب لفوق. خلاص هندخل في الارانب يا دولة هامي. بجد؟ امال ازاي؟ انا جبت صفقة بدل شعبية. منين؟ من الصين الشعبية. خايل يا واجب. بمئة الف جنيه هنحطهم هنا في المخزن. رأس المال بالنص بيني وبينك، والارباح بالنص بيني وبينك. عارف الارباح كام؟ كام؟ 250 الف جنيه. هايل. طب والمطلوب كام؟ راس المال بالنص بيني وبينك، مطلوب مني 50 الف بس. بعد الغدا على طول هيكونوا جاهزين عندك. هايل. اهلا اهلا بالقمر، ان شاء الله دايما. اهلا اهلا يا استاذ وجدي. ايه الحكايه؟ في التليفون استاذ وفي البيت استاذ. هو حضرتك مش استاذ ولا انا غلطانه؟ لا استاذ. عسل والله عسل. طبعا اذنك انا هخش اعمل لك فنجان قهوه بايديا. اقعدي مع والدي يا مه. اتفضل. ساده. سكر زياده. اما انا جبتلك شويه هدايا. تجنن والله. من باريس وروما. اهي بصي اهي دي روما. بس بالانجليزي. انا ما بعرفش انجليزي بس دي روما. وتعب نفسك ليه كده يا استاذ وجدي؟ طب ما انا عندي هدوم كتير ماليه الدولاب. لا مفيش تعب ولا حاجه، بس انا عارف ان مامتك مزنقه عليكوا شويه. ما هي من يوم ما عرفتك عرفت تقرط على الفلوس كويس. ما هو كله ليكم وكله مستقبلكم. ما انت تقول كده وهي تقول كده. بقول لكم ايه، ما تبطلوا بقى النغمه دي. خلاص بلاش النغمه دي. تحب اسمعك شيخين جلال؟ شيخين جلال. عسل. قوم يا ست قوم. قومتي ما فيش حاجه. انت حاله ولا ايه؟ لا يا دكتور انا متعشيه. متعشيه؟ غير الدعم بتاع الحكومة بيروح في الفرن. اسمي نقول حاجة. اسمك ايه؟ رفيعة. رفيعة.
ساكنه في بركه الفيل يا رفيعه هاني. اتفضلي. وانا فيكي اي حاجه خالص يا رفيعه هاني؟ عايزه ايه يعني؟ في الحقيقه عايزه عليك. ليه؟ يرجعني زي الاول. ايه زي الاول؟ انت فل اهو. النبي يا دكتور، ده انا كنت احلى من سعاد حسني. هو ارفع من يسرى. ارفع من يسرى؟ اه. وايه اللي نفخك كده؟ الهم والزعل يقطع الحب وسنين. ايوه على رايك يقطع الحب وسنين وبلا حب بلا هم. يا ست رفيعه، حضرتك تاخد العلاج ده 19 حقنه في العضل الصبح على مين؟ حقن اكسنتريك اكسونيفيكيشن بخرز البقر. وان شاء الله كده هو هتبقي فل الفل. الله يخليك يا دكتور. الحقن دي هترجعك زي دريدة في فيلم اليوم السادس لما جالها كولر. مدام فيفي بكره المعاد الساعه 6. كده حاضر حاضر. 25 جنيه لو سمحت. شكرا. اشتري 20 بس. اوكي. دكتور احمد جوه؟ ايوه جوه، بس عنده كاش. لبن الترسه. ايوه يا دكتور. حد يجيب لك لبن الترسه من اسكندريه. تاخدي كوبايه لبن ترسه على الريق. شهر شهر بالكتير وان شاء الله هتبقي ولا علي الشريف. صحيح يا دكتور؟ طبعا. يعني المفعول؟ يوه ادعيلي. طيب الله يخليك يا دكتور. الله يخليك. نو. اتفضلي يا رفيعة هاني. يلا يا حبيبتي مع الف سلامه. الله يسلمك. شاكرين قوي يا دكتور. ما تنسيش الحقن. لا باذن الله. مع السلامه يا رفيعة هاني. الله يسلمك. مع السلامه. ربنا يخلي الدكتور ابراهيم ويكتر من امثال الدكتور ابراهيم. انا اعرف انك بتتاجر في الخنزيره، انما عيونك كمان يبقوا خنزيره ومعدل 280 و300 اس اي ال. حرام عليك يا مستني. اه لا يا احمد. دي عيانه دي؟ اه طبعا. طبعا. دي معاها فلوس. اه. انا اخد فلوسها وهي ست غنيه. نصرف على العيانين الفقراء والغلابه. يا سلام. طب ولو ما فيش عيانين فقراء غلابه تعمل ايه؟ بالفلوس يعني. هتتاجر في العربيات برضه؟ الخنازير. والله ده عمل الدكتور. ظلمك وظلم العيانين يا دكتور نو. ده ليه؟ الو؟ ايوه فاهمين. الدكتور ابراهيم؟ فاهمين عايزه؟ اه دي واحده يا فندم. 124 معدل. فلوس برضه. الو؟ اهلا اهلا اهلا. يا ازيك كده ولا تاني؟ وحشاني جدا جدا. لا في الحقيقه انا مشغول جدا. لا ما انا هبعت لك الدكتور احمد. لا ده دكتور هايل جدا. ده من اكفأ الاطباء في مصر. ده لسه راجع من امريكا امبارح. كان بيعالج ريجن. او نو يا احمد. خلاص. طمني يا دكتور. لا بسيطه خير. عندك كده شوية التهاب بسيط في الزايدة، هكتب لك على علاج يوم أو يومين، وبعدين الحمد لله كده تشد حيلك ونعمل لك العملية. إيه؟ عملية؟ ده مخطوطة ليه؟ عملية الزايدة دي بقت حاجة بسيطة جدا. أيوه بس الدكتور إبراهيم ماليش كلام اللي حضرتك بتقوله ده. ما هو يمكن الدكتور إبراهيم لما كشف على حضرتك ما كانتش الزايدة ملتهبة زي ما هي ملتهبة دلوقتي. بالعكس، كان عندي نفس الأعراض، وأنا بقى لا بثق ولا بطمن غير الدكتور إبراهيم. يعني حضرتك مش مصدقاني؟ والله احسبها زي ما تحسبها. والله تصدقيني ما تصدقينيش اهو ده اللي عندك. برضه لازم اطمن من الدكتور ابراهيم. خلاص انا هخلي الدكتور ابراهيم يعدي على حضرتك بكره. بس بقول لحضرتك حاجه، لو الزايده دي التهبت زياده او انفجر ما تخافش مش هزعل. هو انت هتلحقي تزعلي؟ ايه؟ يا لهوي ما ايوه يا ماما اطلبي لي الدكتور ابراهيم التليفون اللي بره. حاضر حاضر يا ماما حاضر. دكتور احمد، انا اكون زعلت من ماما اكيد هي ما تقصدش. ما تزعلش ارجوك. لا يا ستي انا مش زعلان من ماما، انا زعلان عليها. وعموما عشان خاطر عيونك انا هبعت لها الادويه اللي حتى عندها، ولو اني متاكد انها مش هتاخدهم. ليه؟ عشان انا اللي بعتهم مش الدكتور ابراهيم. سلام عليكم. شطور يا نادر.
ادي العسلامه يا استاذ. ما انت زي الفل اهو. بطل صمت بقى. بالراحه يا عم شويه. ايه ده يا واد جاي لك عليه؟ فاكرها ايه؟ عمليه صغيره؟ دي عمليه كبيره. ايه كبيره قد كده مثلا؟ اختار كلمه يا وجدي. الحمد لله عدت على خير. تصور يا مها، الدكتور احمد ده انسان جدا، امبارح تقريبا عدى عليا بتاع 20 مره. طب وايه ما شغلته بياخد عليها فلوس؟ انا حسيت ان الدكتور ممتاز لما شفته عند ماما امبارح. طيب عايزك يا مها، انا لا مشوار وهرجع تاني. الحمد لله على السلامه يا بطل. مش عايز حاجه من حدائق الاوبرا؟ لا شكرا. طب انا هعدي على شغل هناك، مش عايز حاجه من هناك؟ لا، لو رايح بورسعيد هات لي معاك كلوه. كلوه. هيا نادر، مش عايز حاجه يا حبيبي؟ انا همشي بقى واسيبك. بقول لك يا مهموه. ايوه يا نادر. انت موافقه على ودي ده؟ ماما عايزه كده. بس ده غلس. اي حد. الله، ما كان الدكتور ابراهيم احسن. سيدي مسخن من سيدي ال. امال انت عايزه مين بس بالظبط؟ اي حد يبعدني عن البيت. ان شاء الله يوديني يا نادر في 60 داهيه. لا يا حبايه، خديني معاكي. يخرب عقلك، كل التعب ده ولسه بتنكد. كفك. خلاص يا حبيبه، مش عايز حاجه؟ انا رايحه حدائق القبه. لا شكرا. ولا شكرا؟ لا، لو رايحه بورسعيد هاتيلي طبق كشري. ان شاء الله دايما كشري. دكتور احمد؟ نعم. الله، امال فين البلطو الابيض وايه الشياكه دي؟ لا اصلي مروح. معاك عربيه؟ لا معايا ترماي. يبقى تعالى اوصلك. دي عربيتك ماركتها ايه؟ داتسون خنزيره. خنزيره؟ دي مش باركوبه حرام. الكلام ده لازم تعملي عمليه يعني لازم. ايوه دكتور، بس انا ملاحظه ان انا بقيت كويسه، وبعدين انا هبقى اتصل بالدكتور ابراهيم. مفيش داعي انك انت تتعب نفسك مره تانيه. انا لا كنت عايز اجي ولا حاجي ولا ههوب ناحيه بيتك بعد كده. احسن بقى.
ده مش هينفجر، ده هيطرقع. حد يا ماما، حد يعمل الدكتور بالطريقه دي؟ انت شايفه بيقول له هيطرقع. دكتور احمد. نعم. دكتور احمد، انا اسفه قوي من تصرف ماما معاك. انا مش قادر افهم، ليه بتعاملني كده ليه؟ حظك معاها كده؟ ويا ترى حظي معاكي انت كده برضه؟ لا، انا شخصيا معجبه بيك قوي وبالموقف النبيل اللي وقفته مع اخويا نادر في المستشفى. صحيح؟ صحيح. ربنا يسعدك ويرزقك كده بابن الحلال يكون فقير لكن بيحبك ويقدرك. وعموما انا في الخدمه لو محتاج اي حاجه، يعني اي خدمه طبيه انا تحت امرك. تحتاجي مستشفى، اسعاف، نقاله تشيل امك، انا في الخدمه. اكلمك اي حد والله. ربنا يخليك والسلام عليكم، وكل سنه وانت طيبه وبعوده ان شاء الله. سعاد مفيش غيره، هو واحد وبس. انت مش بتقولي انه خطبك؟ خلاص، يبقى محتاره ليه بقى؟ من اصلي بفكر كتير قوي، يا ترى هقدر اساعده؟ مادام انتوا الاتنين بتحبوا بعض يبقى اكيد هو هيساعدك وانت كمان هتساعديه. انا هخليه اسعد راجل في الدنيا. انا عايزه اقولك على حاجه. في حاجات كتير بتحصل بين عيلة الست دولة ومن بنتها مها بالذات. انا ما يهمنيش اي حد، انا عارفه انه بيحبني واثقه فيه جدا. المهم تثقي في نفسك. انا مش فاهمه، هو احنا بتاخر ليه؟ عجيب عليكي، ده انت لو مراته ما تسرعيش عليه بالشكل ده. ما انا هبقى مراته. بصي. ايه؟ بصي. مساء الخير. اهلا مدموزيل. يا ترى الدكتور احمد موجود؟ لا لسه ما وصلش، بس الدكتور ابراهيم جوه. لا انا عايزه الدكتور احمد، مش عشان ماما، عشاني انا. عايزاه في حاجه مهمه قوي. اصله الدكتور احمد ملوش مواعيد محدده، بيجي وقت ما هو عايز. ممكن احنا نكتب له كلمتين لو تحبي. ايه لا، إيه انا افضل ان يتصل بيا في البيت، انا هستناه، بس ضروري 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 ضروري. باي باي. باي باي. ده سكت رماي. انا مش قلتلك احمد ده تخلعيه من نفوخي خالص؟ اديكي شفتي بعينيكي، محدش قالك. حبيبتي هي اللي رامي جبتكها عليه، انا عارفه احمد كويس قوي ما يبصش للاشكال دي. ثم احمد هيكون ليا انا لوحدي. لا بس انت جريئه جدا، مش خايفه حد يشوفنا كده ولا كده ويروح يقول لوالدتك؟ لا مش خايفه، حتى لو ماما شافتنا هقول لها ده اخويا. بالمناسبه بقى، ايه الجدع اللي بيتنطط كتير في المستشفى معاكوا ده، ايه موقفه من التجنيد؟ خطيبك؟ انا كده يجي مخطوبه لالف واحد. الف واحد؟ ايوه ألف واحد. ده احنا في البلد عندنا في 999 عانس، ما تيجي نصدر لهم. اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. اعمل. أهلا سيدي. أنت بتكلم نفسك ولا إيه؟ ما هو حاجة تجنن. الست هانم يا سيدي. ماما؟ أيوه ماما يا سنادر، الله يرحمك ويحسن إليك يا شاكر بيه. كان راجل ولا كل الرجالة، كله أدب وذوق ومفهومية، وإيده كمان كانت سخية، مش زي دولة هانم إيدها ناشفة. إذا كان إيدها ناشفة علينا إحنا يا عم ألوان. بس الأرض ذنبها إيه؟ زي ما بنديها بناخد منها. الأنفار وجورها زادت، والمكان عايز يتغير. هقول لك إيه ولا إيه؟ هو أنت دلوقتي يا عم ألوان مش ناصر العزبة؟ ما تبقاش سلطاتك يا أخي. ناصر العزبة ده كان زمان أيام المرحوم، أنا دلوقتي طرطور. بتستغرب؟ بلاش طرطور دي، قول لي بوسطجي بجيب فلوس. هو انت جبت لها النهارده فلوس؟ جبت لها 10,000 جنيه. طب بعد اذنك. بتجري؟ روح يا اخويا وهطلق انت واخد لقطه.
في ايه نادر؟ بتبص لي كده ليه؟ انا قابلت علوان على الباب بره. ها؟ ايوه هو جه بس ما جابش فلوس. جاب؟ هو اللي قال لي كده. هو فعلا جاب فلوس بس جاب مبلغ قليل يا دوب على قد الناس اللي هتاخده. يا ماما 10,000 جنيه مش مبلغ بسيط. ها؟ لا كذاب، علوان كذاب، مش 10,000 جنيه. تصدق علوان بتكذب ماما؟ انا يا ماما لا صدق لا فلان ولا علان حبيبتي، انا صدق عينيا. ولد هاتي بقى، هاتي فلوس، هاتي بقى، حرام عليك. طب هاتي الفلوس يا علوان. طيب ليه رحتي يا عيلي يا ماما؟ صوتك وصل للشارع، تعالى هنا. ايه اللي حصل؟ اساليه اساليه ماما. اغرس يا قليل الادب. قليل الادب قليل الادب، بس هاخد 50 جنيه. مش هتاخد ولا مليم. بس بقى حد كلم امه بالطريقه دي؟ هي حصلت يا نادر تاخد الفلوس بالطريقه دي يا نادر؟ مش عيب؟ هي اللي اضطرتني ان انا ابقى كده، يعني اسرق يعني اسوأ اني اسرق. ما تسرقش بس برضه روح صالحها. يلا موافق، اصالحها واعتذر لها واحط جزمتها فوق دماغي. بس بشرط. اشرط 80 جنيه. ايه 80 جنيه ليه؟ مش هم 50 من شويه وصلوا 80؟ يا حبيبتي مش هحط دماغي جزمتها فوق دماغي. يا سلام ب 80 جنيه؟ هم بقى 20 جنيه مفيش غيرهم. وماله؟ مع ان البيعه دي واقفه علينا بخساره. هاتي هاتي. خلاص هجيب لك 20 جنيه. ناس عنيفه صحيح. وساقي لعلك، طب ما اعمل موقف. مش قادره يا يما، مش قادره. تقولوا مجنني. مش يمكن اللي بتقول عليه تقل ده مسؤوليه مشغول بيها عنك؟ هو صحيح عنده امه وابوه وثلاث اخوات لسه بيدرسوا، وهو لوحده مسؤول عنهم وما حيلتوش غير ماهيته، انما برضه يعني يعني ايه بقى عايز الهم ده كله على دماغه وعايزاه يشيلك انت ويزود همه على همه؟ يوه هم ايه ياما؟ ده انا هقف جنبه واساعده في كل حاجه. يا بنتي ده الحب هو اللي بيقول كده، والحقيقه هتتعبوا كتير. ابدا ياما، ده انا لو اتجوزته وان شاء الله هتجوزه هقف جنبه واساعده واشتغل معاه في كل حاجه واحل له كل مشاكله. بقول لك ايه يا امل؟ ها؟ ما يكونش بيحب واحده ثانيه؟ بيحب واحده ثانيه دي ايه؟ ده انا كنت هذبحها واذبحها. هذبحها. هيا يا ماما. خلاص رستنا كل الصناديق في المخزن. والعمال. خلاص خلصوا كلهم مشوا. اللي قولي لي يا ماما، أيوه. هي دي الصناديق بتاعت البدل الشعبية؟ ايوه. بتسألي ليه؟ اصل الصناديق حجمها صغير شوية على البدل. مهم انا داخلة انام بقى، تصبحي على خير. بقول لك ايه؟ ايوه. اطلبي لي الدكتور ابراهيم على التليفون. دكتور ابراهيم ليه يا ماما؟ مش خفيتي والحمد لله على علاج الدكتور احمد؟ لازمته ايه الدكتور ابراهيم؟ ايوه انا خفيت على علاج الدكتور احمد، لكن انا برتاح للدكتور ابراهيم. على العموم بعدين قولي لي ايه حكاية الدكتور احمد ده؟ كل ما اقول لك اطلبي لي الدكتور ابراهيم تقولي لي الدكتور احمد، ايه الموضوع؟ ابدا يا ماما، ده دكتور وده دكتور والاثنين كويسين، هطلب لك الدكتور ابراهيم. خلاص رايحه اطلبه لك. عجيب. وادي يا ستي شيك ب 15,000 جنيه. 15,000 جنيه؟ ضلم بالارباح، انما راس المال زي ما هو ما اتلمسش. والناس عامله ايه؟ عجبتهم البدل؟ بقول لك هيتجننوا عليه، واقفين عليها طوابير. هايل. امال فين بقى؟ وقفتها. قال ايه؟ غضبانه عشان انا لغيت لها عيد ميلادها. مالك
مالكيش حق يا دولة هانم. الله، هو احنا عندنا كم مها؟ تسمحي لي اروح اصالحها؟ قوي اتفضل. بنات اخر زمن ان شاء الله دايما. حضرتك كنت عايزه حاجه؟ شوفي يا ليلى. شوف ايه ايه حيلك على فين؟ آه انا جاي اصالح الانسه مها، وماما عارفه. عارفه ايه؟ عارفه ان انت داخل اوضتها؟ جاي هنا الدوره. ايه يا حبيبي؟ لا ده احنا خلاص بقينا اهل. لا لسه ما بقيناش اهل. سيبه يا نادر، سيبه. خلاص قالت لي سيبه. اتفضل يا استاذ وائل. معقول؟ معقول العينين الحلوه دي يبقى فيها دموع؟ بقول لك ايه يا خال، خف علينا شويه. الله، انا بس جاي اقول لها كل سنه وهي طيبه. على ايه؟ ما هي ماما لغت النهارده حفله عيد ميلادي. انا مش فاهم، مش فاهم ماما بقت قاسيه معانا كده ليه؟ لا 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 لا، عيب تروح النار. الجنة تحت أقدام الأمهات. إيه الكلام ده؟ لو الأمهات مبشبشة أولادها. طب إيه رأيكم بقى نحتفل بعيد ميلاد مع الليلة دي بره البيت؟ أنا شخصياً موافق. ها؟ وأنا ما أفتكرش ممكن أخرج النهاردة يا أستاذ وردي. آه طب على العموم أنا نازل أدردش مع والدتك شوية على بال ما تكوني قررتي. اتفضل. وإن شاء الله دايماً إقناعها. ما تقلقش. محمود. نعم. والنبي توافق عشان خاطر اخوك يا غلبان. وحياة النبي ما انا نازلة وحياة اخويا غلبان. يا نازلة اهو انت. مساء الخير يا دكتور احمد. مساء الخير يا سعاد. خير؟ لا ابدا خير يا دكتور. انا نوباتشيه النهارده وفي اوضه الممرضات. وانا فين امال؟ هي ما قالتلكش؟ دي واحده اجازه. طيب خلي ودك معايا عشان لو في اي حاجه تقولي. حاضر. الو. ايوه انا دكتور احمد. انا معها. مع مين؟ ده انا لو بحاول اكلم وزير الصحه كنت كلمته من زمان. العفو يا فندم. خير؟ ايوه عايزه اشوفك ضروري. اوعي تقولي لامك تعبانه ولا عيانه، انا مش عايزه اشوفها. لا يا احمد، النهارده انا عندي نوبتشيه. حاضر، بكره تحت امرك في اي وقت. تحب اجيلك فين؟ بس انتي ما قلتليش ايه الموضوع اللي قلتيلي مش هقولهولك في التليفون. اخطبني يا احمد. نعم اخطبني. بس ده موضوع. اخطبني وفكر بعدين يا احمد. بس انتي عارفه ظروف يعني يعني الوضع انا فقير مش عارف. تندم يا مها بعدين. مش هندم يا احمد. حالين بقى احنا الاثنين. مش هندم. ايه ما تخطبني يا احمد هتشيل حلم كبير قوي في دماغي. ايه بس هي الناس يعني تتجوز وبعدين يكتبوا الكتاب وبعدين يخطبوا بعض ولا ايه؟ اخطبني يا احمد وما تفكرش. انت متاكده؟ ايوه. خلاص هخطبك واخطب ابوكي كمان. مش عايز اشوف حد النهارده. في حاجه يا دكتور؟ مفيش، تعبان. طيب هو دكتور احمد مش جاي النهارده ولا ايه؟ دكتور احمد ما بقاش فاضي للعيادات. دكتور احمد بقى بتاع كازينوهات. افندم؟ بقى بتاع ستات. اهلا بالدكتور. اهلا يا دكتور احمد. وحشاني. ازيك وزي كل اللي في البلد؟ كلهم بيسلموا عليك وبيبصوك منهم. وانا حبوسك من هنا ولو اني زعلان منك عشان لازم تكلميني في المستشفى استناكي. يعني كنت هرش الرمل قدام البيت اقل ما فيها يا استاذ الدكتور احمد. انا جايه لك يا ابني. ايه خير؟ ومش عارفه اتكلم ازاي. ليه ما خير؟ ولا اقول ايه؟ قول قول. في ايه؟ لا ابدا، بس ما عدت فوايد رمليه البيت بعد كم يوم. ولا يهمك يا محمد، انا عن حسابي ما حوشت كده 15 مصرانة عوار على 4 فت على 6 لوز، انما ايه لوز. يا ربنا يخليك يا احمد ابني فاطمة ويفرح البركة فيك ويوفقك ويكتر. ايه عيانيني؟
انا في موضوع كده كنت عايز اكلمك فيه. انا عندي شويه بنات زي كده في الصف وما احبش ان حد يضايقهم او حتى يحرقهم. بس انا ما عملتش حاجه عشان حد يحرقني. مفهوم بس سعاد قالت لي انك انت قلت لها على لسانك ان يعني كده في قصه حب بيني وبينك. انت عارفه طبعا ان ده مش حقيقي وان ده يعني يمكن يبقى مجرد وهم في خيالك مش كده؟ الحب ده موجود جوايا انا يا دكتور. انا طول عمري حبيتك من غير ما اقدر اقول لك. طبعا انا عارفه الفوارق اللي بينا. انت حضرتك دكتور جراح عظيم ليك مستقبل عظيم وانا يا دوبك حته ممرضه من الاف الممرضات. اسمعي انا حياتي فيها مشاكل كتيره جدا. انا عندي اخواتي وابويا وامي بصرف عليهم وببعتهم فلوس في البلد وبحتاج ان انا اكون نفسي واعمل عياده بروحي. الحب ده مش وارد في خيالي خالص. اي حب مشاكلي اكبر من اي حب يمر عليا حاليا. وما هانم المدنيه هي اللي هتحل لك مشاكلك يا دكتور؟ زعلانة من ايه؟ مش ممكن اسيبه يا سعاد. انا بحبه. هو كان عايزك ليه؟ الفقر. الفقر هو الحاجز اللي بيننا. امل انت عايزه نصيحتي؟ سيبيه يتجوز مهنا. هي غنيه قوي وعندها فلوس كتير وهي ممكن تنشله من الفقر اللي هو فيه. انت بتقولي ايه؟ مستحيل واحدة تانية تاخده مني. لا احمد ده ملكي انا. انا بس امل. انا مستعدة اعمل اي حاجة في العالم حتى لو كانت حاجة غلط بس احمد يكون ملكي انا. ملكي انا لوحدي بس. انا جهزت لك كل حاجة في الفرير والباروكة. فرير ايه ده الدنيا فوق؟ طب ومال؟ ما انا لابس كوفية. لا ده حتى الفرن اللي في المعزه. طب خش انت بس على شغلك وانا هبقى لك كل حاجه. طب باي باي. باي باي. اهلا اهلا يا نضوره. صباح الفل. لا لا اما انا مجهز لك حته مفاجاه تجنن. ايه؟ هنبقى شركه مع بعض في شركه واحده راس مالها 200,000 جنيه. ده انا جاي استلف منك 50 جنيه تقول لي 200,000؟ لا ما انت مش هتدفع دلوقتي. هو دولة هانم بعد عمر طويل مين هيورثها؟ انا ومها. اه خلاص يبقى انت راجل مضمون زي ورقه البوسطه. بس هبقى مضيك على وصل بالمبلغ. خد بقى دلوقتي ايه 200 جنيه تفرفش بيهم. معلش دي الفكه اللي معايا. تسلم. صحتك. ان شاء الله جاي. قولي اعمل لك ايه واجري واجري اللي انت ماشيه. قولي انا ندور اخوك. ايه اللي جابك هنا؟ ايه يا شيخ الواحد تلخبط من كتر العمال بتاعك. بس تسكت بقى بس. ايه ده انت ريحتك خمرة؟ هو التحريك الخمرة. كنت فين؟ كنت مع خطيبي المستقبل. اصل احنا كنا بنحط الحروف النقط على الحروف عشان نعمل مشروع كبير. مشروع ايه؟ مش عارف. هو هيدفع 100,000 جنيه وانا زيه. وانت هتجيب منين 100,000 جنيه؟ برضه مش عارف. انما هو هيدفع وانا هكسب وبعدين هبقى اديله. ده كلام ناس سكرانين. خد الجاكيته بتاعتك وروح نام في اوضتك. الصبح ما نتكلم في الموضوع ده. يلا. انت مفاجئين اهو. بقول لك ايه؟ انت لازم تديني رايك في وجهي ده بالظبط لحسن الشركه تبوظ. وجهي زي ابراهيم مفيش فرق بينهم. دول القشايه اللي بيلاقيها الغريب في وسط البحر عشان يقدر يهرب ويطلع لبر الامان. فهمت؟ مش فاهم حاجه خالص. وجهي بالنسبه لي هو القشايه
اللي هتاخدني بعيد عن البيت ده، بعيد عن المشاكل والنكد اللي بشوفه فيه. فهمت فهمت فهمت، ان شاء الله دايما كده. تصبح على خير. ما تعملش صوت. بقولك ايه؟ ايه كمان؟ لو انت عينيكي على احمد انا مش موافق. ماله دكتور احمد؟ مش لا لا هو ولا ايه واجبي بصوت واطي ونايمة. انت يا مسيح قولي. انت قولي انا خاطبها. اقسم بالله لو كنت بحبها وبموت فيها لكنت سبتها مهما كان الثمن عشانك. عمري ما شفت صديقي بيها صديقه بالبساطه دي. ابراهيم ما اسمحلكش ما اسمحلكش انك تصورني بالصوره دي. والله والله انا كنت اعرف انك خطبها كمان واحد تاني. واحد تاني لو انت ما تعرفش زي سعادتك. ما هي دوله هانم عامله على البنت كارتيلها اللي يدفع اكتر يشيل. احمد مفيش داعي للكلام ده. بفوقك يا حبيبي بفوقك واقسم بالله لا هو حقد ولا رهينه. لو شافها محمد علي كلي يقطع النفس ويعتزل. اخفى عليك يا احمد. احمد نعم. انا مش هسيبك مهما حصل. يلا بقى كان عازمني على حاجه. حاجه ايه؟ اي حاجه. حاضر اعزمك على قهوه ساده على روح اللي في بالي يا رب. شوفي يا اختي اللي بنقول عليه. طيب اوام كان البيت ونسي صداقته للدكتور ابراهيم عشان الفلوس. بس انا غير الدكتور ابراهيم. يا سلام. عايزه تقولي لي يعني انك عند الدكتور احمد اهم من مها؟ طبعا انت بتقولي فيها. ما اظنش. مساء الخير. اهلا. امسكي عصابك بقى. انت عارفه اللي عدت دي مين؟ اللي عارفه مها. بس انا احلى منها يا اختي. دي ده حتى دمها تقيل قوي. شايفه عامله ازاي؟ بقول لك ايه؟ طبعا انت احلى منها مليون مره. عن اذنك. اذنك معاكي يا اختي. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ خير؟ بيتي؟ ما انا عارف. فين غرفه 15 لو سمحتي؟ اخر اوضه على الشمال، اوضه دوله هانم. لا هو حضرتك تعرفيها؟ ايوه اعرفها، اصل ابنها كان هنا قبل ما هي تيجي المستشفى. طيب ما تعرفيش حضرتك هي عندها ايه بالظبط؟ لا والله ما اعرفش، ممكن تسال الدكتور ابراهيم هو اللي يعالجها. انا اسف للازعاج. احنا ما تشرفناش باسم حضرتك. بمناسبه ايه؟ بمناسبه بدايه الدوري. ما فيش حاجه. امال ايه اسمك ايه بقى؟ يلا بقى. امل ابراهيم حكيمة القسم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ده الكارت بتاعي في اسمي وفي عنواني، لو احتجتي اي حاجة انا تحت امرك وان شاء الله دايما. شكرا. العفو. اقوم بقى؟ يعني والله ما عايز اقوم.
الفل يا ست الكل. ايه ده؟ اصبر. كلام يعني. اهلا يا راجل. عين عليكي بارده، انا لازم امسك الخشب. ايه انت شايف ايه؟ انا شايف خدود زي التفاح، انت ما فيكيش حاجه خالص. ولا ايه يا مها؟ سيبك من ده كله، قول لي دلوقتي لسه في بضاعه في المخزن؟ اه طبعا في، بس انا لازم اوصل مشوار باريس، لان انت عارفه الطلب على البضاعه كتير قد ايه. بقول ايه يا دولة هادي؟ ايه رايك نكتب الكتاب انا ومها واخدها على باريس؟ يا ريت، انا ما عنديش مانع، لكن انا عندي 60 مانع. انا مش ممكن اتجوز بالطريقه دي ابدا. خلاص خلاص ما تزعليش، ده كان مجرد اقتراح وانا خلاص تراجعت فيه. انا بزعل موها، احنا عندنا كام موها. نعم نعم يا ماما. اخوك نادر فين؟ ما جاش ليه لغايه دلوقتي؟ اسافر العزبه. ايه؟ ازاي تاخد من غير ابني؟ هو قال لي هيسافر يوم واحد وهيرجع. المهم اسيبكم مع بعض بقى، انا ماشيه. ها باي باي. سلام عليكم. سلام عليكم. ولا تضايقي نفسك ولا تزعلي روحك، تيك ات ايزي، خلينا في المهم. اجيب لك حاجه من باريس وانا جاي؟ شكرا قوي يا ولد. ولا لندن؟ انا هعدي على لندن في السكه. لا مش عايز. ان شاء الله دايما. ايه؟ لا يعني ان شاء الله دايما ما تحتاجيش حاجه ابدا من اي حد. الدكتور احمد زهران مش موجود، لا في مكتبه لا في المستشفى كلها، اصله اجازه هيرجع بعد سنه. تحبي نقول له حاجه؟ لا متشكره قوي. لا لا عفو. دكتور احمد؟ اهلا. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. اصل انا كنت عند ماما و بعد عندك انا لسه جاي من عندها. انت ماشي ولا حاجه؟ انا مروح. طب ايه لك اوصلك ده لو ما كانش عندك مانع؟ يا ريت. معاكي. بخ. بسم الله الرحمن الرحيم. كده معقول الجمال ده يخضني؟ وبعدين معاك. اتفضل يا استاذ، مفيش حاجه. معقول؟ معقول يا سيدي كنت في حاله دي؟ معقول؟ طب اوديك مستشفى، اشوف لك دكتور، اجيب لك حكيمه. وبعدين معاك. وبعدين خلاص انا مش غريب بقى، انا خطيب مها. ما تلمها يا اخي. نعم. لا ولا حاجه، بكلم روحي. اه عم احكي مع حالي. انا ممكن اعمل لك اي خدمه تحبيها. زي ايه يعني؟ يا سلام، لا ده انت ما تعرفيش والدي بقى. انت بس تقولي يا والدي يا والدي يا والدي، تبص لها كل ما شكلك اتحلت. دمك خفيف قوي يا استاذ. طيب انا عارف انك رميت الاولاني. وجدي اهو. هنا اهو وجدي، استيراد وتصدير، ونبين زين وندق ونطاهر ونشوف الودع وشو. هو كده اتحكي او جبك، خلي الحياه يبقى لونها بنبي. ممكن امشي بقى؟ حاضر حاضر على عيني. الغلاب عشان ايه؟ خير خير. اوه ايه خير؟ بابا مات يا دكتور احمد. ده ايه الحال؟ مش فاهم. روح انت شوف الاجراءات اللي انت عايزها، وانا هعمل عمليه بدالك.
الو؟ ايوه يا دكتور احمد. اهلا يابا. ازيك؟ ايه؟ الف جنيه؟ لا دول جولك غلط يابا. لا لا اوعى تتصرف فيهم. وحياتك اي حد يكون نازل يجيبهم معاه عندي. ما تلمس ال 1000 جنيه جيبهم لي هنا ضروري. خلاص انا هتصرف، انا هبعت لك حد يجيبهم. طيب اهو. طيب. سلام عليكم. الو بوليس النجدة؟ دكتور احمد، دكتور احمد ايه اللي حصل؟ ماما ماتت، ماتت دكتور احمد. اني ما ابتديش التحقيق معاك الا بعد ما يوصل تقرير الطبيب الشرعي. مفهوم يا فندم. واخترت نقابه الاطباء بملخص الجريمه. وحضرتك اول ما طلبتني انا جيت على طول. تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان الوفاه حدثت نتيجه تسمم العمليه الجراحيه بماده سيانور البوتاسيوم. وكل القرائن بتدل ان كان في قصد جنائي لقتل السيده دولت. مش فاهم ازاي يا فندم؟ لأن قطعا كل الأدوات اللي استعملت في العملية كانت معقمة. تأكدت إن الأدوات اللي استعملت في العملية كانت معقمة؟ لا. ليه؟ عشان ده مش من اختصاصي، في ناس مخصوص لتعقيم الأدوات وتجهيزها قبل إجراء العملية، حكيمة بتستلم الأدوات بنفسها بتحطها في جهاز للتعقيم وبتكون حاضرة للدكتور قبل إجراء العملية. مين اللي اشتغل بالأدوات دي؟ أنا ليه؟ تبقى أنت المسؤول الأول والأخير؟ لا يا فندم متأسف، أنا مسؤول عن خطأ مهني، خطأ أثناء إجراء العملية الجراحية، إنما تعقيم أدوات وحاجات ده مش من اختصاصي طبعا. دكتور أحمد. يا فندم. إحنا كل هدفنا إننا نوصل للحقيقة. حقيقة إيه بيه؟ حضرتك بتسألني في حاجة مش من اختصاصي خالص. طيب. المشرط اللي انت اشتغلت بيه؟ جايز، ده مشرط زي مليون مشرط بيبقى موجود في غرفه العمليات تحت امر اي طبيب يعني. طيب المشرط اللي انت اشتغلت بيه رجعت على تعقيمه بنفسك؟ يا بيه قلت لحضرتك مش من اختصاصي ولا اختصاص اي طبيب جراح في اي مستشفى في العالم انه يراجع ادوات وتعقيم ادوات قبل اجراء عمليه جراحيه. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا بيه. اتفضل امضي. واقفل التحقيق عقب اثبات ما تقدم في تاريخه وسعته. وقررنا الاتي: يحبس المتهم 4 ايام على ذمه التحقيق ويراعى التجديد في الميعاد. يا عسكري، اندالي الحكيمه امل ابراهيم من بره. ايه معلوماتك عن الحادثه؟ يا فندم انا دخلت اوضه العمليات بعد الحكيمة سعاد، هي اللي استلمت أدوات الجراحة من أوضة التعقيم. الحكيمة سعاد. حكيمة سعاد استلمت أدوات الجراحة من أوضة التعقيم، وبعدين؟ وبعدين دخل الدكتور أحمد. ولما دخل الدكتور أحمد أوضة العمليات، الأدوات دي كانت موجودة؟ آه طبعًا. وانت لما دخلتي اوضه العمليات ما اكتشفتيش ان الادوات دي كانت ملوثه؟ لا يا فندم، اصل ماده السيانور البوتاسيوم ملهاش لون ولا شكل، يعني شفافه. قولي لي يا امل، بصفتك حكيمه مدربه تقدري تحددي الفرق بين الادوات المعقمه والادوات الغير معقمه؟ لا يا فندم،
اصل عمليه التعقيم هي تطهير على السخن مع شويه مطهرات. نادر نادر ابن المجني عليها اول ما شك في وفاه والدته اتهم الدكتور احمد بقتلها. تقدري تقولي لي رايك الشخصي في النقطه دي ايه؟ دكتور احمد احسن جراح عندنا في المستشفى، ثم هيقتل ليه؟ طب يا عمل متشكرين، اتفضلي. لحظه من فضلك، تقدري تقولي لي يا انسه امل ليه الدكتور ابراهيم تخلى عن العمليه؟ دكتور ابراهيم ما تخلاش عن العمليه، بس في اخر لحظه جاله تلغراف ان والده توفى، فدكتور احمد خد مكانه. لكن احنا عرفنا ان والد الدكتور ابراهيم ما ماتش، تفتكري مين يكون بعت له التلغراف؟ معرفش. يكون الدكتور احمد مثلا بعت له التلغراف عشان يسيب العمليه وهو يقوم بيها مكانه؟ ليه يعمل كده؟ انا اللي بسال يا امل وانت تجاوبي. ما اظنش يا فندم، اخلاق الدكتور احمد اعلى من كده. طبعا لازم تشهدي معاه. يا فندم انا بقول الحق. موت امي كان بالنسبه لي شيء فظيع فظيع جدا. انا ما اقدرش اقولك، لكن برضه ما رديتش على سؤالي، ازاي اتاكدت من وفاه والدتك قبل ما يثبت ذلك؟ ده كان مجرد شك، وهو شك طلع في محله. الشك مش كفايه، واحساسي كمان كان بيقول كده. وكمان احساسك مش كفايه. قولي يا استاذ نادر، مين كان موجود ساعه العمليه؟ قصدي مين كان واقف جنبك؟ اختي مها. ومين كمان؟ خطيبها الاستاذ وجدي. الاستاذ وجدي بيشتغل ايه؟ عنده مكتب تصدير واستيراد، وكان شريكي المرحوم امي. ارجوك ارجوك تمالك اعصابك يا فندم. انا عندي حاجه جايز لو قلتها حضرتك تفيد العداله. قول. انا جالي واحد امبارح وقال ان الدكتور احمد بعته اليوب، واليوب دي بلد الدكتور ابراهيم، عشان خاطر يبعت تلغراف يقول فيه ان ام الدكتور ابراهيم ماتت. وبعدين؟ طبعا بعت التلغراف والدكتور ابراهيم سافر عشان يخلق جو للدكتور احمد. والراجل ده اسمه ايه؟ عبد اللطيف حسنين. تعرف عنوانه؟ ايوه. اكتب. يستدعى لسرايا النيابه عبد اللطيف حسنين لصباح باكر. كل معلوماتي ان الدكتور احمد اداني ورقه التلغراف وقال لي سافر اليوم، وبعت التلغراف ده باسم الدكتور ابراهيم. مكتوب فيه التلغراف ده؟ انا معرفش اقرا بيه. الدكتور احمد اداني التلغراف واداني 20 جنيه. ايه علاقتك بالدكتور احمد والدكتور ابراهيم؟ انا كنت بشتغل عند الدكتور احمد، بعد كده سبت العمل. ايه السبب بقى اللي خلاك تيجي تشهد؟ الحق يا بيه، لما عرفت ان الست دولة هانم الله يرحمها ماتت على يد الدكتور احمد، انا دخل في مخ الشك وقلت يمكن الكلام ده ينفع العدالة. واشمعنى ما اخترت ابنها نادر؟ ابنها يا بيه؟ كان المفروض انك تبلغ الشرطة، تبلغ النيابة، تيجي هنا عندي وتبلغ. على قد ما عرفت يا بيه. استناني بره وما تمشيش الا مأمورة. حاضر يا بيه. انسة سعاد. افندم. امل قالت في اقوالها في تحيات النيابة انها استلمت منك الادوات. ايوه. يعني انت المسؤوله عن الادوات دي؟ حضرتك تقصد ايه بالسؤال ده؟ اقصد ان انت المسؤوله عن الادوات دي. لا، هي كمان مسؤوله، والادوات دي بتبقى خارجه من التعقيم. امل كانت عارفه ان الادوات دي معقمه؟ طبعا، وكل العمليات بتتعمل بادوات معقمه. تقدري تثبتي الكلام ده؟ طيب وحاجه زي دي اثبتها ازاي؟ سؤال تاني، انت بتقولي انك صاحبة امل من زمان، تعرفي ايه عن حياتها الخاصة؟ كانت بتحب؟ كانت مخطوبة؟ كان ليها علاقات عاطفية مثلا؟ في الحقيقة امل كانت عندها امل كبير قوي انها تتجوز الدكتور احمد. هما كانوا متفقين على الجواز؟ لا، هي كانت بتحبه لكن هو كان مشغول عنها. الدكتور احمد كان مشغول عنها بيه؟ بناها مثلا؟ لا، بعيلته. اصل الدكتور احمد كان عنده عيله كبيره قوي وهو اللي كان بيصرف عليها.
الدكتور احمد كان يعرف ان مها بتحبه؟ طبعا. تقولي بالتاكيد ليه؟ اصل امل كانت بتحكي لي على كل حاجه. شكرا. اتفضلي يا نسمه. شكرا. انا متاسف ان كنا استدعيناك في الظرف ده، لكن اقوالك مهمه بالنسبه لينا. انا تحت امرك يا فندم. أنسمة، أنت بتشكي مين يكون لي مصلحة في وفاة الست والدتك؟ أنا ما بشكش في حد. الوفاة حسب تقرير الطبيب الشرعي حدثت نتيجة تسمم في العملية الجراحية، والتسمم متعمد، يعني في حد سمها. الشكوك كلها بتحوم حوالين الدكتور أحمد. والدكتور أحمد ذنبه إيه إنه يموت ماما؟ إيه مصلحته فيها؟ عشان كانت بتكره، بتكره العلاقة اللي بينك وبينه. الدكتور أحمد إنسان شريف، دخل بيتنا من بابه، لكن ماما هي اللي طردته. بس هو كان عنده أمل إنه يصالحها، ولما يروح لها مرة تانية. تعتقد الدكتور أحمد تعمد إنه يقوم بالعملية مكان الدكتور إبراهيم؟ مؤكد. لا. بتشك في حد من العاملين في المستشفى؟ لا. البيئة في حياتك. اتفضلي انتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ساعة البيه، أنا عندي معلومات خطيرة عن الموضوع بتاع الدكتور أحمد. معلومات؟ أيوه. افتح التحقيق. هيفتح إيه يا فندم؟ احكي لي بس إيه المعلومات اللي عندك؟ اسمك الأول. اسمي صلاحي عبد الكريم. إيه؟ صلاحي عبد الكريم. سنك؟ 28 سنة يا بيه. شعر الابيض ده 28 سنة يا صلاح. لا ما تبصش للحركات دي، دي خدة كورة يا فندم. اصلي انا بنشجع نادي الزمالك، كان هيخش فينا جون اول امبارح، صرحت قلت اخ يا ولد هوب، بص بلقيت شعري ابيض ده يا فندم. سيبك من الكورة دلوقتي ونادي الزمالك، وقول لنا ايه المعلومات المهمة اللي عندك. وانا ما قلتلكش يا فندم. لا لسه. واسكت واسكت، دي معلومات خطيرة يا فندم. بس انا خايف اللي فندم ده يروح يقول البوليس ولا حاجة. ما تخافش يا صلاح. ايه ده بس؟ تشرب ليمون؟ لا اشرب سحلب. سحلب؟ ايوه. انده لنا العسكري كمال عبده يجيب شاي. حاضر. عسكري صلى. متشكرين يا فندم. ايه المعلومات بقى اللي عندك؟ المعلومات الخطيرة اللي عندي دي يا فندم، بصراحة ربنا أنا جاي هنا مخصوص. أيوة. علشان أقول لكم اوعوا تبعتوا لي يا فندم، علشان أنا ما نعرفش حاجة خالص عن الموضوع دي. صلاح نعم. كريم نعم. إيه؟ امشي اطلع بره. طيب السحلف؟ اطلع بره يا صلاح. طب أمضي يا فندم. اطلع بره ولا نحبسك. ما هو العالم اللي كان بتيجي هنا بتمضي بره. بقول طيب السلام عليكم. عارف بلاوي ايه اللي بتتحدث علينا على اخر الليل؟ اقفل يا ابني التحقيق. اشرب السحلف بره يا فندم. امشي اطلع بره. طيب دكتور ابراهيم. يا فندم. ايه معلوماتك عن ظروف وفاة المرحومة دولت؟ انا كنت الطبيب المعالج للمرحومة دولت. يوم العملية جاني التلغراف وسافرت، وبعد كده اكتشفت ان كل حاجة كده. مين اللي بعت لك التلغراف ده؟ الحقيقة ما اعرفش. ايه رأيك في الدكتور احمد؟ الدكتور احمد انسان شريف وطبيب ممتاز. تفتكر مين اللي من مصلحته قتل المرحومة دولت؟ برضه معرفش. انت كنت بدأت العملية لما وصلك التلغراف ده؟ انا ما كنتش بدأت العملية على الاطلاق، انا كنت خارج من حجرة الاطباء فوصلني التلغراف، خدت التلغراف وسافرت، واحمد حل محلي في العملية. رحت فين؟ رحت على العزبة في اليوب. هل تتهم او تشتبه في احد بتدبير حادث مقتل المرحومة دولت؟ لا. التلغراف ده فين؟ موجود معايا. اتفضل. مرسل من مكتب بريد اليوب. وجدي حسني 32 سنة ونص، استيراد وتصدير. استاذ وجدي،
حضرتك خطيب الآنسة مها. بقائي والله لغاية دلوقتي بقائي، لسه ما بقتش رسمي. بقائي يعني شروع في جواز. ايوه. ايه معلوماتك عن ظروف وفاة مدام دولة؟ والله الست دولة كانت مريضة بالوهم وكانت بتتعالج عند الدكتور ابراهيم، وفي يوم ابنها حصل له حادثة فراحت المستشفى، اتعرفت هناك على الدكتور احمد، رجله خدت على البيت بقى وطمع في انه يتجوز الانسة مها بنتها، لكن الست دولة رفضت. اصل في اختلاف في ظروفهم الاجتماعية. انما ما افتكرش دكتور متعلم ومتنور يقتل لسبب هاي زي ده. يعني تستبعد ان الدكتور احمد يكون هو القاتل؟ والله ده شغلكم انتوا بقى، وانا واثق فيكم ضروري هتلاقوا القاتل. قول لي يا استاذ وجدي، مش يمكن الدكتور احمد قتلها عشان مها تورث مثلا يعني، وياخدها هي وفلوسها؟ ياه، معقول؟ معقول الطمع يخلي انسان يعمل كده؟ لكن لا 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 لا، مش ممكن، مش ممكن انسان طيب ومسالم زي ده يعمل عمله زي دي. منين تعرف ان الدكتور احمد انسان طيب ومسالم؟ انت ليك علاقه جامده بيه؟ ولا اعرف. وعليكم السلام. عندك اقوال اخرى يا استاذ وجدي؟ ما كنتش عايزاها على سعادتك. اتفضل يا مدي. ان شاء الله دايما. قولي لي يا نسا امل. نعم. انت قلت لي انك المساعده بتاع الدكتور احمد، وانك كنت موجوده في غرفه العمليات يوم عمليه المرحومه دوله. ايوه ده صحيح. تقدري تقولي لي الدكتور احمد كان لابس ايه يوم العمليه؟ لبس العمليات يعني المريالة. المريالة دي ليها جيوب؟ ايوه طبعا. صفتك حكيمة العمليات، تقدري تقولي لي يوم العملية عيون الموجودين كانت مركزة على ايه؟ كل واحد في تخصصه. ممكن توضحي اكتر؟ يعني يا فندم دكتور التخدير بيبقى واخد باله من جهاز التخدير والتنفس. وانتي؟ زيهم. زيهم يعني ايه؟ حددي بالظبط. يعني انا اختصاصي ادوات الجراحه. طب يعني سامر اتفضلي استريحي شويه على الكنبه. دكتور احمد، احنا عرفنا بالدليل المادي انه اتحط باسمك في البنك مبلغ 20,000 جنيه، وانك قبضت 2,000 جنيه نقدا. بس صحيح يا فندم. ثانيا كلفت شخص بارسال الاغراض باسم الدكتور ابراهيم يوم العمليه عشان يخلالك الجو. برضه مش صحيح. ثالثا وصل المبلغ 1,000 جنيه لوالدك على اساس انهم منك، عرفت الموضوع ده وسكت وما بلغتش. يا فندم انا كنت هبلغ البوليس. الدكتور ابراهيم قال لي انه يمكن واحد صاحبك بيهزر معاك. وكمان اتضح ان كان في علاقه بينك وبين مها بنت المجني عليها، وان المجني عليها كانت رابطه العلاقه دي. مش صحيح يا فندم. صحيح، بدليل ان مها نفسها اعترفت ان كان في حب بينك وبينها، وان مدام دولك كانت رابطه الحب ده. لا مش حقيقي. انا عمري ما حبيت مها. انا ما حبيتش في حياتي غير واحده بس. مين هي دي؟ وقررنا الاتي. القضية لبساني 100%. انت عارفة لو ده اهمال ممرضة او تمرجل، الحكاية كلها ايه؟ حبس اسبوع 10 ايام ومع ايقاف التنفيذ. بس انا دكتور، عارفة دكتور يعني ايه؟ اسمي يتشتت من النقابة، اهلي يتبر منه، مستقبلي يروح طب بقول لك ايه؟ سلم نفسك وانا هجيب لك اكبر محامي. ما ينفعش ابدا. كلهم معتقدين ان انا كنت بحب مها حقيقي، وده مش صحيح. وقتلت امها عشان خاطر هي مش موافقه على جوازي منها. انا عمري ما حبيتها. انا ما حبيتش غيرك. انت الوحيده اللي حبيتها في حياتي. انا كنت بعرف مها عشان اخد منها اللي يسعدني ويسعدك، عشان اقدم مستقبلي مستقبلي. انا؟ ايوه انت. كنت كتير حسيتني. ما حدش هيصدقني. خلاص. معقولة كنت بتحبني؟ طب ما قلتليش ايه؟ اتشغلت يا حبيبي، ما حبيتش. استقبلت عليا
هتعملي ايه؟ انا هتصرف. اسمعي، انا هستخبى في البلد، انت عارفه العنوان. هستناك يا روحي، هستناك. امل، ومش هحب الحياة دي حد تاني غير امل. لا، مالك يا امل؟ وجدي هو اللي حرضني وخلاني اعمل كده، اغراني بالفلوس، قال لي الفلوس هي الحاجز اللي بيني وبين احمد. كان عندي استعداد اعمل اي حاجه عشانه. انا ندمانه، احمد ملوش ذنب، انا اللي قتلت. ايوه، اديني مباحث القسم. ايه ده؟ دي مخدرات. مخدرات؟ انا كان قلبي حاسس وقلت المهم ما صدقتنيش. طب والعمل ايه دلوقتي؟ نادر، نادر روح بلغ البوليس. يلا يا نادر. مش هتلحقوا يا حلوين، انا جاي اخدك عروسه ونسافر على بره، وجاي اخد البيت بكل اللي فيه. اخوكي مضى يا حلوه، فاضل انت بقى تمضي على القسيمه يا عروسه. انا هبلغ عنك وهعطيك في 60 داهيه. شفتي دماغه ناشفه؟ دولة هانم الله يرحمها قالت لي دماغه ناشفة، أنا ما صدقتهاش.
فين يا دكتور احمد؟ طالعك مع الشرطه. العفو يا فندم. ايوه ارجع لك تاني بعد 25 سنه. يلا حبيبي يلا ان شاء الله جاي. الحمد لله. قال لك ايه؟ قال لي الحمد لله. وقلت له ايه؟ ما قلتلوش حاجه. وقال لي مش عايز اقول لك حاجه. وقال لي ايه؟ مش يا استاذ يا استاذ يا استاذ.